السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية والمحافظة على صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، ونقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالكامل على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أنظمة الحميات الغذائية وأنواع الحميات الغذائية وأفضل الحميات الغذائية. ممكن بعض الأشخاص يختلفون معاي بأن الحمية الغذائية اللي راح أتكلم عنها أو اللي راح أشرحها وأركز عليها ممكن يقول إن ما أستفيد منها، أستفيد من الحمية الغذائية الأخرى. ولكن هناك حميات غذائية متنوعة، فراح أذكر بعض من كيفية ممارستها وكيفية تأثيرها السلبي على بعض الأجسام أثناء الحمية الغذائية. أول شيء طبعاً عندك الحمية الغذائية، في عندك الكيتو، في عندك الزيرو كارب، في عندك السعرات الحرارية، في عندك اللي هو بالجرامات، بعض الأشخاص يمشون على الجرامات نفسها من دون السعرات الحرارية، وأيضا في عندك اللي هو السعرات في عندك أيضا الحمية الغذائية اللي هي وأخطر واحدة رجيم الماي. بعض الأشخاص يشربون فقط ماي أثناء الرجيم، وهذه ممكن تسبب لهم مشاكل كبيرة وتسبب لهم مخاطر على أجسامهم بسبب هذا الرجيم. طبعا هذا جدا نستبعده، وأيضا ما نعتبر حمية غذائية، بالعكس نحاول أن نبتعد عنه وما يصنف من الحميات الغذائية، لأن خطر على الشخص نفسه ممكن تسبب له أمور وأضرار كثيرة كثيرة فوق المتوقع، وأيضا راح يخسر نسبة عضل ودهون، ويخسر ممكن الكثير من الفيتامينات، وأيضا يفقد الكثير من مناعته ووظائف الجسم بسبب هذا الرجيم، فهذا نستبعده. راح نتكلم عن اللي هو الزيرو كارب. الزيرو كارب اللي هو دائما الحمية الغذائية اللي تكون عالية البروتين، ما يكون فيها زيرو كارب، ما يكون فيها عفوا كربوهيدرات، فيكون زيرو كارب، فيبتعد عن المخبوزات، يبتعد عن البطاط نفسه، يبتعد عن النشويات، وايضا يبتعد عن العيش او العيش الابيض وهذه الامور. فبالتالي انت هني هذه الحمية الغذائية ممكن تساعدك، ولكن راح تلاحظ ان الشخص راح يحوش خمول او يصاب بخمول عالي بسبب عدم تناول الكربوهيدرات، وايضا كميه العضلات اللي بجسمه راح تقل معاه، ما راح تزيد بشكل اكبر بسبب انه اعتمد فقط على مصدر غذائي واحد اللي هو البروتين. ايضا عندك اللي هو الكيتو، الكيتو اللي يعتمد على البروتين والدهون، وايضا يكون فيه زيرو كارب، فبالتالي تلاحظ ايضا انه يبتعد عن السكريات، بعض السكريات اللي هي فيها كربوهيدرات، فبالتالي هني الشخص هذا يتجه فقط حق الدهون والبروتين، فبالتالي ايضا هني الجسم على ما يتعود على هذا النظام ياخذ فترات طويله من حيث انه يستمد طاقته من الدهون والبروتين. فافضل نظام غذائي اللي هو اللايف ستايل او النظام الغذائي انك تتناول جميع انواع الاغذيه، ولكن تكون فيها نسبه الدهون قليله، نسبه السعرات الحراريه قليله، نسبه السكريات قليله، فبالتالي انت هني جسمك يحتاج كل هذه المواد تلبي احتياجك من الجسم من حيث البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، السكريات، فراح تلاحظ ان بالعكس الجسم استفاد معاك وزادت كميه العضل بجسمك لانك ما منعت الجسم اي نوع من هذه انواع الاغذيه، وكل نوع من الغذاء له وظيفه معينه، فبالتالي نزلت بوزنك وزدت كميه العضل بجسمك على طريقة راح تكون آمنة وإيجابية، راح تساعدك مستقبلا على الحفاظ على وظائف الجسم وقوة الجسم وعضلات الجسم. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، من بعد الفاصل راح أقدم لكم مجموعة تمارين، وهي تمارين تستهدف عضلة المعدة معانا الجهاز الموجود بجانبي اللي هو الدامبلز. أول شيء طبعاً راح أخذ التمرين حر من دون جهاز الدامبلز، ولكن من بعد ما تتمكن من التمرين فتحتاج أنك تدخل أوزان على أساس تساعدك على زيادة حجم عضلة المعدة وكذلك إبرازها للخارج. هذا إذا بحالة كانت عضلة المعدة عندك اللي هي ما فيها تجمع دهون في منطقة المعدة، أو كانت المعدة عندك فلات فتحتاج أنك تكبرها وتبرزها إلى الخارج مع الدامبلز. أول شيء طبعاً راح يكون تمريننا اللي هو جداً سهل بهذه الطريقة، تمرين حر. راح أثبت الذراع أمام الجسم، ما أثبت خلف الرأس، لا أثبت بجانب الجسم أو بجانب الرأس، بس لا تثبت خلف الرأس لأنه ممكن بعد عدد الجولات أنك تتعب فتسحب إلى الأعلى يسبب لك إصابة في منطقة الرغبة، فبالتالي يا أنك تثبت بهذه الطريقة أو أنك تثبت ذراعك على صدرك بهذا الشكل وتحرك جسمك بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يستهدف لي العضلة العليا ومنتصف المعدة بهذا الشكل، راح يكون التكرارات 15 تكرار مباشرة على أساس أستهدف المعدة بالكامل. أفرد الرجل بهذا الشكل، أحرك بهذه الطريقة. هذا التمرين أو هذه الحركة ساعدتني على استهداف أسفل عضلة المعدة ومنتصف عضلة المعدة، فبالتالي هذه جولة واحدة فقط. الحين مرة ثانية 15 تكرار بهذا الشكل، 15 تكرار بهذه الطريقة، عدد الجولات تكون 4 جولات في 15 تكرار لكل حركة منهم. هذا التمرين الأول. الحين راح أخذ التمرين مع الدامبلز أو بالدامبلز بهذا الشكل، راح أحرك بهذه الطريقة نفس التمرين، ولكن ضفت في التمرين اللي هو الدامبلز فقط. 15 تكرار وأيضا 15 تكرار بهذا الشكل. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون اللي هو تمرين البلانك. راح أثبت الجسم بهذا الشكل، لاحظ طريقة الجسم، ما راح أنزل بهذه الطريقة أو أصعد بهذا الشكل، هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة أثبت جسمي بهذا الشكل، عدد الجولات 4 جولات في مدة الجولة الواحدة دقيقة إلى دقيقة ونص حسب لياقتك البدنية، فبالتالي هذا التمرين راح يساعدك بشكل كبير على استهداف عضلة المعدة بالكامل وكذلك عضلات الخواصر. طبعا بهذه التمرينين اكون قدمت لكم تمارين جدا سهله ما تحتاج جهد عالي، فقط راح تستفيدون منها في الايام المقبله من انك تمارسهم بشكل الصحيح وبالطريقه الصحيحه. ونلقاكم ان شاء الله بحلقات مقبله بتمارين جديده.